الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتطور الذي وصلت له مصر في تطوير اداره الازمات والطوارئ جاء ذلك خلال جوله تفقديه للرئيس السيسي للمراكز المتحركه بالشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه حيث وجه الرئيس السيسي برفع كفاءه وعمل الصيانات اللازمه في المعدات الهندسيه والاغاثيه بالمحافظات موضحا ان هناك غرفا في المحافظات يتم ربطها مع الغرفه المركزيه لاداره الازمات للتعامل مع اي ازمات بشكل يعكس قدره الدوله كما اكد الرئيس السيسي ان الدوله اصبحت قادره على تنظيم اداره ازمات بمستوى وتطور كبيرين تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئه لشعب مصر وقواته المسلحه في الذكرى الخمسين لنصر اكتوبر المجيد الذي يعد اعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث وتقدم الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحيه فخر واعزاز لقواتنا المسلحه رمز البساله والتحدي سائلا المولى عز وجل ان يتغمد كل شهدائنا الذين منحون حياتهم ليحيا الوطن بالرحمه والمغفره تواصل الهيئه الوطنيه للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسيه ابتداء من التاسعه صباحا وحتى الخامسه من بعد ظهر اليوم وحتى يوم الرابع عشر من اكتوبر الجاري. كان مدير الجهاز التنفيذي للهيئه الوطنيه للانتخابات المستشار احمد بن داري اعلن انتهاء اليوم الثاني من الايام العشره المحدده لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسيه دون ان يتقدم اي راغب في الترشح باوراقه الى الهيئه. انتقدت الولايات المتحدة اعتزام روسيا الغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة منزعجة من اعلان المبعوث الروسي ان موسكو ستتراجع عن تصديقها على المعاهدة. معتبرا أن خطوة كهذه من أي دولة موقعة على المعاهدة تعرض للخطر بلا داعي العرف العالمي ضد تجارب التفجيرات النووية قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن روسيا دعت <applause> عفوا لعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي في الثالث عشر من اكتوبر لبحث الدعم العسكري الغربي لاوكرانيا واشار المسؤول الروسي الى ان مجلس الامن الدولي في الاسبوع المقبل سيتعين عليه مره اخرى مناقشه القضايا الاوكرانيه موضحا ان كييف والغرب دعوا لعقد اجتماع لمناقشه الهجوم الصاروخي على قريه جروزا بمنطقه خاركيف في اوكرانيا وهو ما دفع موسكو لطلب فوري لعقد اجتماع لمناقشه شحنات الاسلحه

منح القضاء في نيويورك الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب فترة ارجاء مؤقته في اطار محاكمته المدنيه التي بدات الاسبوع الماضي بتهمه الاحتيال. كان ترامب الذي يعد الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسيه لعام 2024 قد تقدم باستئناف لوقف محاكمته. وفي حكم اصدرته محكمه استئناف في نيويورك رفضت المحكمه وقف المحاكمه، لكنها قررت تعليق تنفيذ الغاء التراخيص التجارية ومصادرة شركات عائلة ترامب. رياضيا اسفرت قرعه بطوله كاس العالم لكره القدم الشاطئيه والتي ستقام في الامارات فبراير في المقبل عن وقوع منتخب مصر في المجموعه الاولى بالبطوله وتضم منتخبات ايطاليا والامارات والولايات المتحده. واكد المدير الفني لمنتخب مصر لكره القدم الشاطئيه مصطفى لطفي ان البطوله صعبه وقويه مشيرا الى ان المنتخب سينافس بقوه على تحقيق انجاز يليق بالكرة المصريه في اول تاهل الى كاس العالم ويشارك المدير الفني للمنتخب في ورش عمل نظمها الاتحاد الدولي علي هامش القرعه مشاهدينا انتهي موجز الثامنه ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل